صباح الفل على الناس الكل. الأهلي، الترجي، المنتخب الوطني، ميكائيل ويجمان، عصام جمعة، ميسي والميلان هو أهم مقريت لكم على أون تاع جرايد اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2012. صريح الرياضي تحاور شريف إكرامي حارس الأهلي واللي يأكد أنه كل الأهلاوية يتبعوا في تطورات الحالة الصحية تاع يوسف المساكني واللي هما خايفين برشا من حضوره في ماتش نهار السبت الجاي. الصفحات الرياضية التونسية ركزوا على تحذيرات الترجي وين يستنجوا مالغري الويكلو اللي فرضوا نبيل معلول في ليزونترينمون وكونوا المولي باش يعوض الدربالي على جهة اليمنى للدفاع ويقولوا وكونوا معلول مازال متردد ما بين تشريك البليلي وإلا إيهاب المساكني لتعويض خوه الصغير يوسف المصاب. الشروق الرياضي تحاور سامي الطرابلسي قبل المباراة الودية للنصور ضد سويسرا واللي باش تدور غدوة 6/4 في ملعب سوسة. سامي يوضح برشا أمور فيما يخص الضجة الأخيرة اللي قامت حوله وحاول منعه من السفر وحاول مشاكل عنده مع سي ان اس اس ومع الكنام ويقول أنه باش يقاضي من حاول تشويه سمعته. نقعد مع مباراة تونس وسويسرا وفي موقع بليك السويسري الصحافي ميكائيل ويجمان صاحب المقال الشهير بتاع الجمعة اللي فاتت واللي فيه الكاريكاتير على جوارات زوريخ التوانسة وسيرتو على تونس يناور مرة أخرى مقال يفكر فيه الجمهور السويسري بالحالة الأمنية السيئة والمتردية لتونس حسب رأيه هو وسيرتو ذكرهم وكانوا لفسي زوريخ لأونس جانفيه 2011 ثلاثة أيام قبل ما يتيح النظام السابق اضطر للخروج من تونس بحماية الجيش. فما مشكلة عنده ظهر لي السيد هذايا سواء مع تونس سواء مع واحد تونسي والله أعلم. الجريدة الكويتية تعمل لنا ان كونت روندو على الكارد فينال الي اللي جمع البارح بين الكويت الكويتي والعربي واللي فيه 1-1 البونتو ماركيه عصام جمعكم دابيتود واللي ماركا البونتو نمرو 12 سنة معهم على الكويت الكويتي وفي الاخر اخذيه ورقة حمراء على 93 مينوت. الجريدة توضح لنا أسباب هذا الطرد. صحيفة الرياضة السعودية رصدت وصول المنتخب الأرجنتيني البارح للرياض واللي باش يلعب ماتش غدوة كونتر السعودية ماتش أميكال وحاورت نجم الكرة العالمية ميسي اللي أكد لهم أنه ما يعرف حتى شيء على الكرة السعودية وما يعرف حتى لعب وما يعرف كان لونترونور بتاع ليكيب ناسيونال السعوديين صاحبه ريكارد واللي كان لونترونور بتاعه في برشلونة. نقعدوا مع ميسي واللي سبورت كتالونية الويرون ماج سمتا وتقول ميسي كامبيا لا إستوريا يعني وأنه ليو في طريقه إلى تغيير مجرى التاريخ بعد وصوله إلى 76 هدف مركيهم في سنة إدارية 2012 وهكيك تمكن من تتيح رقم بولي واللي ماركة 75 بونتو عام 58. سبورت سودومونت كان في الشهرين الباقين هذوما من 2012 ليو ينجم يوصل للركور أبسوليو بتاع الألماني جيرد مولر واللي سجل 85 هدف في عام 1972. أوفان في إيطاليا وفي محاولة منه لإنقاذ فريقه بعد هزيمته الأخيرة في سانسيرو 3-1 كونتر فيرونتينا لاجازيتا ديلو سبورت تعلمنا وأنه الكافاليري سيلفيو بيرلوسكوني تشيندي إن كامبو معناها هبط للميدان وتأكدنا وكونه تقابل البارح في الليل مع جاليياني ومع أليجري واللي أكد لهذا الأخير وكونه مش يقعد لونترونور بتاع الميلان حتى نهاية الموسم ووعدوا بديفنسور كبير وبهدف من طراز عالمي في الميركاتو الشتوي القادم. في الأخير نقولكم في الأمان ونذكركم وكونوا فوت بلوز تحييكم وفمخاكم وصرحوا ساقيكم.